ماما فين تليفوني مش لاقياه؟ طبعا مش هتلاقي موبايلك لان انا خبيته. ليه؟ عشان ما تشوفيش انعكاس الرمز اللي على وشك والا هتختفي. مي اللي بيغش في المسابقه دي بيختفي، خدي بالك. اه فهمت، يلا رايح المدرسه. سلام. دايره مربع مستطيل. مي ازيك عامله ايه؟ حذرتي الرمز ولا لسه؟ لسه. ماشي، بس انت مالك هاديه كده ومش فارق معاكي الموضوع؟ لان مفيش داعي. لا انا خلاص حذرت الرمز بتاعي. بجد؟ ازاي؟ في المدرسه اكتر من 300 طالب، شفت كل الرموز اللي عندهم وقلتها وطلع رمزي زي واحد فيهم. صح، انت ذكيه جدا، هعمل زيك. مربع مستطيل دايره شجره نجمه، ولا حاجة بتطلع صح. هاي يا مي عملتي ايه؟ حذرتي الرمز ولا لسه؟ ايه؟ يا نهار ابيض، حاولي بسرعة، ده فاضل 10 ثواني بس. ايه؟ ايه؟ مربع مثلث معين، حذرتها صح؟ ماما في ايه؟ خلاص انا حذرت الرمز صح؟ الحمد لله ان احنا كلنا بخير، بجد كنت خايفة قوي. اهم حاجة ان كلنا طلعنا من الجولة دي كويسين. يلا هاتي التليفون بقى. تليفون ايه اللي اديهولك دلوقتي؟ طبعا لا. ليه؟ دي كانت اول جولة، حتى ظهر رمز تاني. رمز؟ ايوه، يعني لسه في جولات تانية، بس خدي بالك المرة دي هتحذري اللون مش الرمز. ايه؟ مضطرين، هنعمل ايه؟ فريدة، ايه هو العدد ماله قال لي كده ليه؟ ايوه، لان للاسف في كتير خسروا في اول جولة عشان كده اختفوا. اهم حاجة ان احنا نجحنا. ازيكم يا بنات، حابة ابارك لكل اللي نجحوا في الجولة الاولى، بس خدوا بالكم الجولات الجاية هتبقى اصعب بكتير. اتفضلوا، دي مكافأة ليكم. شكرا. شكرا، يلا اتمنى لكم التوفيق. بجد شكرا. ماما شوفي ظهر ايه على وشي. ايه ده؟ هي العلامة ظهرت لك؟ ايوه. لازم تلاقي الشخص اللي عنده نفس العلامة. لازم اقابله والمسه كمان. بالظبط، الوقت قد ايه؟ 20 ثانية بس. طب ايه المعلومة اللي اديها لك؟ حد دايما بيسرق الدبدوب بتاعي، مش فاهمة. ماما انا قمت من النوم لقيتي على وشي، هي ايه دي؟ فهمتي؟ فهمت. في ايه مالك؟ ولا حاجة. طب بتمسكي ايدي ليه؟ لان هي لازم تعمل كده. ايه رمز تاني؟ 50 ثانية بس. اكتر شخص بيكرهني في المدرسة، اعتقد اني عرفته. ايه ده؟ هو انتي؟ نفسي يجي اليوم اللي ما شوفكيش فيه في المدرسة، هيبقى اسعد يوم في حياتي. ليلى احنا لازم نلمس بعض دلوقتي حالا ولا احنا الاتنين هنموت. ايه؟ هاتي ايدك. ابعدي ايدك عني، انا موت ولا خليكي تلمسيني. هاتي ايدك. ابعدي عني، انا موت ولا خليكي تلمسيني. ليلى. يوه، سيبي ايدي بقولك. الحمد لله. انتي بتمسكي ايدي ليه؟ هو ايه اللي حصل بالظبط؟ لا كنا هنموت بسببك. هو انتي بجد مصدقه الكلام العبيط ده؟ ده مش كلام عبيط يا ليلى، مي معاها حق. انا ما كنتش مصدقه برضه، بس اتاكدت لما جدي مات امبارح بسبب الموضوع ده. يعني انا انقذتك، المفروض تشكريني. مي انا اسفه على اللي عملته معاكي امبارح وانتي بتحاولي تمسكي ايدي، بصراحه انا ما كنتش مصدقه موضوع الرموز ده، بس اتاكدت امبارح لما فقدنا بابا. انا اسفه. لا ولا يهمك، بس احنا لازم ناخد بالنا بعد كده. معاكي حق، وشكرا جدا لانك انقذتيني. يلا سلام. ماما مالك بتعيطي ليه؟ لان بصراحه اختك مالها؟ مالها؟ اختك جالها نفس علامة باباكي، وباباكي مش هنا وتأخر قوي والوقت قرب يخلص، مش عارفة اعمل ايه. طب انا اروح اجرب اتصل عليه. لحظة، رد. للأسف ما ردش. خلاص الوقت قرب يخلص. يعني انا هموت؟ لا. هنعمل ايه؟ بنتي حبيبتي انا اسف جدا اني اتأخرت، لسه فاضل 5 ثواني. يلا بابا بسرعة. حبيبتي هاتي ايدك. هي انا وبابا هنعيش. الحمد لله انك وصلت في الوقت المناسب. طب ايه؟ احنا نفضل في خطر كده دايما؟ تحميل تاني. ظهر رمز على وشك تاني. مي دوري على الشخص اللي عنده نفس العلامة بسرعة. لا انتوا عارفين النجمة معناها ايه؟ معناه ايه؟ معناه ان انت اللي مسؤولة عن نظام الرموز ده دلوقتي. انا؟ ايوه، ومش هتلاقي حد عنده النجمة غيرك. هتعملي ايه؟ هلغي طبعا. اما اشوف ايه هيظهر لي المرة دي. 1 2 3 التاج، مش مصدقة. ماما ماما انا ظهر لي التاج،
يعني انا الاميره؟ اكيد لا، اختك هي الاميره لان التاج ظهر لها. ايوه يا ماما، هي بتكذب وانا الاميره. بصراحه انا مصدقه اختك لانها ما بتكذبش. لا انا ظهر لي قبلها. انا عارفه انك غيرانه من اختك، بس ما ينفعش تعملي كده. ايوه يا ماما، دي طول عمرها بتكذب. روحي على اوضتك، ولو كذبتي تاني هعاقبك. كل اللي في المدرسه مصدقين اختك ومش مصدقينك. ليه يا مي كده تكذبي؟ حتى انت يا ليلي مش مصدقاني. طب انت متاكده ان التاج ظهر لك؟ ممكن تكوني متلخبطه. ايوه طبعا متاكده، انا بس بحذرك لاني خايفه عليكي. ما تخافيش مي، انت واختك بتقولوا ان التاج ظهر لكم، وطبعا ما ينفعش اتنين يجيلهم بالتاج. اكيد واحده فيكم بتكذب، والنهارده هنحدد هي مين. اكيد مي، دلوقتي هنعرف في واحده هيظهر لها التاج على وشها. واحد اتنين تلاته. التاج اهو، انا الاميره ما بكذبش. وانا كمان ظهر لي التاج. ازاي؟ طب جربوا تمسحوا التاج. اهو ما بيتمسحش خالص. مستحيل التاج يظهر الاتنين في نفس الوقت، اكيد في واحده فيكم بتكذب وانا هكشفها، واعتقد انا عارفه هي مين. مالك يا بنتي بتعيطي ليه؟ كلهم بيقولوا عليا ان انا كذابه وان انا مش الاميره. ايوه انا مصدقاكي وعارفه انك الاميره. خدي ده. ايه ده؟ الحقيقه هتبان لو اختك كلته، بس لازم تاكله قدام الكل. ماشي. الشيبسي ده انا جايباه من ايطاليا. بصراحه يا نيلي الشيبسي ده جميل قوي. انا عايز اجرب. فعلا جميل. نيلي ممكن اجرب؟ ايوه طبعا يا ليلى اتفضلي. حلو فعلا. ايه ده؟ التاج راح من على وشها. يعني مي الاميره؟ لا، لو مي كلته هيروح من على وشها هي كمان. طيب ما راحش مي الاميره. ماما هو ازاي لسه ما ظهرليش من قلب لحد الوقت؟ هي ممكن تتاخر شويه. ماشي انا رايحه المدرسه. ايه انت رايحه فين؟ انا بقيت اميره، هروح اعيش في القصر. انت شكلك عاديه، مش عايزه اعرفك تاني. نادر انا لقيت عربيه حلوه قوي بره. ايوه دي عربيتي، جالي القلب الاحمر. بجد؟ طب ايه رايك نتفسح بيها؟ لا انا غني وانت شكلك عاديه، مش هنكمل سوا. ماشي. نيلي هو انت زعلانه ليه؟ جالي القلب الازرق والكل بيبعد عني، وانت جالك ايه؟ ما ظهرليش. لون قلبك وصل. بجد اخيرا لون اصفر؟ اصلا ما كانش في بين القلوب لون اصفر. ايه ده؟ معاكي حق، خلاص ما تاكلهاش. انا مش هستنى، انا هاكلها. اوعي تعملي كده. لا انا هاكلها، كلتها وما حصلش حاجه. ما تقلقيش اكيد هيظهر معناه ايه. انا رايحه المدرسه. هو انا مش قلتلك ما تجيش المدرسه دي تاني؟ انا الاميره وبامرك بكده. ممكن في اي وقت التاج ده يروح وما تبقيش اميره. تاجي؟ هو تاجي راح فين؟ ها شفتي توأم روحي الجديدة؟ غنية زيي. على فكرة عربيتك اللي انت فرحان بيها دي ممكن تختفي في اي وقت. عربيتي راحت فين؟ انت كدت عربيتي ولا ايه؟ تعالي هنا. مش معقول كل ما اقول حاجة بتحصل. معقول يكون ده بسبب القلب؟ اي حاجة بقولها هتحصل؟ مي تعالي. نعم يا مس. انت صحيح جالك اللون الاصفر؟ ايوه. وخلي التاج يختفي. وسرقت عربيتي انا كمان. مي انت عارفه معنى القلب الاصفر ايه؟ معناه ايه؟ انك الملكه وتقدري تتحكمي فينا كلنا. انا